قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي ختم الله به الرسل وأنار الله به السبل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه وفضله أولى اللقاءات في برنامج يفيء إلى قرآن الله جل وعلا، إلى كتاب الله الأكرم ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الخالدة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وكما أن الله جل وعلا من قبل قد خص أنبياءه ورسله بالمعجزات الظاهرة والبراهين القاهرة، وأنزل عليهم على بعضهم كتبا من السماء، فقد خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي جعله الله جل وعلا تذكرة للعباد ومنارا للحاضر والباد. أيها المؤمنون، هذه اللقاءات متعددة متتابعة بإذن الله جل وعلا، وكل حلقة كل لقاء يحمل عنوانا خاصا به، إلا أنها جميعا تقتبس من القرآن، تفيء إلى القرآن، إلى دوحة القرآن، إلى هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عناوين اللقاءات يؤخذ من نفس الآية التي سنتأملها أو من مجموع الآيات التي سنتدبرها، كل ذلك بإذن الله تعالى يأتي في حينه ويعرف عنوانه منه. لقاء هذا اليوم عنوانه بإذن الله تعالى مفاتيح الغيب. بداية نقول العلم من أعظم صفات الله جل وعلا العليا التي جاء بها الكتاب وجاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد حكى الله في المناظرة والمحاورة التي تمت ما بين فرعون وموسى أن فرعون سأل موسى قال فما بال القرون الأولى، فجابه موسى كما حكى الله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فأخذ العلماء من هذه الآية لا يضل ربي ولا ينسى أنهم عرفوا علم الله جل وعلا بقولهم إن لله جل وعلا علما لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. لم يسبقه جهل أخذوه من قوله لا يضل، ولا ينسى أخذوا منها قولهم ولا يلحقه نسيان. والغيب والعلم يمكن تقسيمه تقسيمات عديدة، لكن من ضمن تقسيمات العلم أن يقسم إلى علم غيب وعلم شهادة. فالشهادة ما نشهده، ما نراه، ما نشهد على وجوده، رأيناه بأعيننا ولمسناه بأي حواسنا الخمس، ويبقى بعد ذلك علم لم نطلع عليه، والله جل وعلا وحده هو عالم الغيب والشهادة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه يعلم كل شيء، قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال جل ذكره يبين أن للغيب مفاتح، فقال في الأنعام جملة وعنده مفاتح الغيب. وتقديم الظرف أي الجار والمجرور هنا تقديم الظرف هنا دلالة حصر، لكن الله لم يذكر هنا ما هن مفاتح الغيب. وهذا الإجمال في سورة الأنعام فصلته خاتمة سورة لقمان، قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بسند صحيح إذ قال أحمد رحمه الله حدثني وكيع حدثني سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس أيها الأخ والأخت المباركة هن مفاتح الغيب التي أخبر عنهن الله وبين أنهن مفاتح تفصيل نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الغيب ذكر الله جل وعلا أن له مفاتح خمس، ما هن هذه المفاتح الخمس؟ قال الله إن الله عنده علم الساعة، وما يقال في الظرف هنا هو الذي قد قيل من قبل في الأول في قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب، إذ أن التقديم هنا أحد أنواع الحصر في اللغة.
إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة أي وقت وقوعها، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد سأل خير الملائكة جبريل سؤالا تعليميا لا تعريفيا، سؤالا لا ليعرف وإنما ليعلم غيره، سأل خير البشر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. وهذا الحوار الذي دار بين جبريل وبين نبينا عليهما السلام بينه الله جل وعلا أوضح في قوله تبارك وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. ومما أخبر الله عنه عن الساعة أنها تأتي بغتة، لا يمكن أن تأتي تدريجيا، قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والساعة إحدى القضايا الكبرى التي ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، إذ أنهم كفروا بالساعة والبعث والنشور، وكفروا بتوحيد الألوهية، وكفروا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه القضايا الثلاث المتعلقة بالساعة جملة مما أمر الله به جل وعلا نبيه أن يحلف من أجله، وقد أمر الله نبيه أن يحلف بربه في ثلاث مواضع في القرآن، في يونس وفي سبأ وفي التغابن، وفي كل هذه الثلاث كانت القضية قضية البعث والنشور وقيام الساعة. إلا أن الله تبارك وتعالى جعل للساعة أشراطا، جعل لها علامات، وهذا لا ينافي أنها تقع بغتة، إلا أننا نعلم من السنة الصحيحة أن الساعة تكون في يوم جمعة، أن الساعة تكون في يوم جمعة، وقد جعل الله لها أشراطا، قسمها العلماء إلى علامات كبرى وعلامات صغرى، وليس هذا موطن الحديث عنها، لأن الحديث هنا عن الساعة إنما هو جزء من خمسة عناوين كما بينا. هذا معنى قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه وينزل الغيث، الغيث المطر، لكن لم يرد في القرآن تسمية الغيث بالمطر في حال الرحمة، لم يرد في القرآن تسمية ما ينزل من السماء مطرا في حال الرحمة، وإنما في حال الرحمة يسمى غيثا. قال الله جل وعلا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإنزال الغيث مما اختص الله بعلمه. وقد يقول قائل ألا ترى إلى السحب إذا تراكمت وهذه المصالح للإرصاد والبيئة وغيرها التي تتنبأ؟ نقول كل ذلك يدخل تحت المشيئة والتنبؤ والخرص الذي توافرت أسبابه وجاز شرعا أن يتنبأ به، لكن لا يمكن لأحد أن يجزم بنزول الغيث. فكم من سحابة أضلت قوما ثم مرت دون أن تمطر، وكم من قزع قليل أضل قوما ثم ما لبث أن أمطر وغاثهم الله جل وعلا برحمته. ثم ملحظ هنا ينبغي أن يعلم أن الله جعل من الماء كل شيء حي، وهذا لا أظن أحدا يجهله، لكن ما الذي يجهله الناس هنا؟ الناس إذا أجدبوا ولم ينزل المطر لا يدركون أن الله يريد بذلك أن يبين لهم فقرهم وحاجتهم إليه. ومن أخطاء الأئمة الفضلاء والخطباء الذين يتصدرون لصلاة الاستسقاء أخطاء بعضهم أنهم إذا أرادوا أن يخطبوا عن الاستسقاء خطبوا عن قضية أسباب القحط، أسباب جذب الديار، وأفرطوا في الحديث عن هذا ودخلوا في كل صغيرة وكبيرة، وربما نزل أحدهم من المنبر ولم يستسق الله إلا قليلا، وهذا عدم فقه لمعنى الاستسقاء. الجدب في الديار وقلة الأمطار حدث في عصر النبوة، وحدث في القرن في القرون الأولى في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد غيره من الخلفاء. فالغاية الأولى من جدب الديار هي قضية أن يلجئ الناس إلى ربهم، أن يفيروا إلى الله، أن يظهروا المسكنة، أن يظهروا إلى الله فقرهم وحاجتهم ومسكنتهم وابتهالهم إلى الله. فلا ينبغي للخطيب الموفق ولا للإمام المتصدر أن يهمل هذا الأمر ويقع مع الناس في خطاب حول المعاصي والفضائيات والقنوات وإخراج الزكاة، هذا كله حق، لكن الأولى منه أن يريهم كيف يستسقي، أن يريهم كيف تستجدى رحمة الله جل وعلا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أجدب الناس في عهد عمر وكان العباس قد أسن، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو أبيه، ولم يكن لأحد من أهل الأرض حق يمشي على الأرض له حق على النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس، لأنه أكبر منه سنا وعمه. ومع ذلك لما استسقى العباس رضي الله عنه وأرضاه
قال: فيما نقل إلينا من استسقائه: اللهم ارتفعت إليك الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى، اللهم صرخ الصغير ورق الكبير، اللهم لا تضيعنا بدار، لا تجعلنا بدار مضيعة، إلى غير ذلك من العبارات التي تستجدى بها رحمة الله. وعمر كان إذا استسقى يكثر من الاستغفار ويقول: لقد استسقيت لكم بمجاديف السماء، أي الأشياء التي تجلب غوث الله جل وعلا ورحمته. هذه قضية مهمة ينبغي أن يتنبه لها لكل من يستسقي أو لكل من يصدره الناس لأن يستسقي بهم في حال الجدب وقلة الأمطار. قال الله جل وعلا: وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الرحم جعله الله قرارا مكينا تستقر فيه النطفة، ثم يكون بعد ذلك تتابع الحمل والولادة إذا شاء الله وأراده. وما في لغة العرب موصولة، وهي إحدى ألفاظ العموم. فمعنى قول الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، أي مما استأثر الله بعلمه، أن أحدا لا يمكن أن يدري عن هذا الذي في الرحم، هل سيولد أو لا يولد، هل سيولد كاملا أو يولد خديجة، هل يكون شقيا أو يكون سعيدا، هل يكون ذا غنى أو يكون ذا فقر، هل يهدى أو يضل، كل ذلك وغيره، هل يكون ذكرا أو أنثى، كل ذلك وغيره مما اختص الله جل وعلا بعلمه ويعلم ما في الأرحام. فإن قال قائل: إن الطب الحديث أظهر الجنين في بطن أمه هل يكون ذكرا أو يكون أنثى، ونقول: ليس في هذا ما ينافي الآية، لأن الطب الحديث يعتمد على الأشعة، والأشعة تظهر ذلك الأمر مشاهدا، فانتقل الأمر من كونه غيبا إلى كونه شهادة. ولذلك العجوز الأمية التي لا تقرأ لو نظرت إلى تلك الصورة لفقهت من العضو وجوده أو عدمه إن كان الجنين ذكرا أو أنثى، وهذا قطعا لم يرده الله ولم يعنيه الله، لأن الله ذكر هذه الآية في قضية مدحه جل وعلا والثناء عليه، فالسياق في الآية سياق تعظيم للرب تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يهدم هذا السياق بهذه الواقعة البسيطة، لكن الأمر أكبر من ذلك. ويعلم ما في الأرحام، كل ما يتعلق بهذا الجنين مولدا ونشأة، شقاء وسعادا، حياة ومماتا، رزقا وفقرا، كل ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ويعلم ما في الأرحام. ثم قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. لاحظ التعبير القرآني أن الله لم يقل ولا تدري نفس ماذا ستصنع غدا، لأن الإنسان قد يكون لديه جدول سنوي أو يومي يصنع هذا أحد الناس من الكبراء وغيرهم، لكن الذي أراده الله جل وعلا: هل هذه المدونات والأجندة التي ندونها ونكتبها هل ستتحقق؟ هل ستقع؟ هل ستنجز؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هل يحول الموت بيننا وبينه؟ هل يحول تغير الفكرة؟ هل يحول المرض؟ هل يحول بعض الصوارف؟ والصوارف لا يمكن إحصاؤها ولا تعدادها. هذا كله ما لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه: ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. فكم ممن يعرض بضاعته ويخشى عليها الكساد فتنفق بأمر الله وتباع، وكم ممن يعرض بضاعته وهو واثق أنها لن تبقى بين يديه فيصيبها الكساد. هذه أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وسنبين في خاتمة الدرس ثمرات العلم هذا. غاية الأمور، خامسة الأمور، قال الله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت. الموت حق، وحقيقته انفصال الروح عن الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد بقي الموت، أو كان الموت، أو وقع الموت. ومعنى وقع الموت أن الجسد يصبح بلا حراك، والروح تنتقل إما إلى عليين إذا كانت أرواح مؤمنين، وإما إلى سجين إذا كانت أرواح كافرين. الذي يعنينا قول الله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المكان الموطئ الذي يموت فيه الإنسان لا يعلمه، لأنه قطعا لو علم أنه سيموت في هذا المكان جزما وقطعا لما توجه إليه في الغالب. هذا الأمر نستفيد منه قضية أساسية، وهو أن الإنسان لم يتعبده الله بأن يدفع الموت عن نفسه، ولا أن يجلب الموت لنفسه، لا أن يدفع الموت عن نفسه ولا أن يجلب الموت لنفسه. أما دليل الثانية فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية. وأما دليل الأولى فإن دليل الأولى فإن الإنسان لم يتعبدنا بجلب الموت لأنفسنا، فإن الإنسان لا يدري متى سيموت، وبالطبع مذلك محال أن يجلب الموت لنفسه، لأن الموت لا يستأذن أحدا إذا قدم. وقد جاء في الأثر
الصحيح أن داود عليه الصلاة والسلام كان رجلا شديد الغيرة، فكان إذا خرج يغلق بابه بالمفتاح خوفا على نسائه من بعده، فإذا عاد من موطن حكمه ولقائه بالناس إلى بيته فتح الدار. فذات يوم خرج كعادته وأغلق الدار، فلما أغلق الدار إذا برجل في صحن الدار، فأطلت امرأة من زوجات داود، فلما رأت هذا الرجل صرخت في الناس في أهل داود في آله في أبنائه في بناته، قالت: من هذا الذي في صحن الدار؟ والله لتفتنن اليوم بداود، أي ليجعلن هذا الأمر وبالا عليكم، سيسألكم كيف دخل. فلما قدم داود عليه السلام ودخل الدار إذا بهذا الرجل واقف، فسأله داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أستأذن أحدا ولا يمتنع عني الملوك. ففهم عليه السلام أن هذا ملك الموت، فقال: مرحبا وأهلا بلقاء ربي. ثم بعد ذلك أسلم الروح وتوفاه ملك الموت، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. موضع الشاهد الأرض التي نموت فيها، تعبدنا الله بالعمل الصالح حتى إننا إذا قبضنا نقبض على خير عظيم نلقى به الله جل وعلا. مما يذكر يستحسن ذكره في هذا المقام أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عام 18 أصاب الشام ما يسمى بطاعون عمواس، وعمواس هذه قرية قبل بيت المقدس ما بين الرملة وما بين القدس، كانت تسمى كورة يعني قرية صغيرة آنذاك، فيها جند المسلمين بقيادة أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. بلغ عمر وهو في المدينة أن الطاعون استشرى أو بدأ قريبا من عمواس هذه القرية، وكان عمر مجلا معظما لأبي عبيدة، فخاف عليه من الطاعون، فبعث إليه كتابا يدعوه إليه أن يأتي إلى المدينة، وأخبره أنه يريد في أمر هام. فلما بلغ كتاب عمر إلى أبي عبيدة وقرأه فهم عمر، فهم أبو عبيدة مراد عمر، وأن عمر إنما طالبه شفقة وظنا به. فلما فعل ذلك كتب أبو عبيدة إلى عمر يعتذر إليه عن المجيء ويطلب منه أن يتحلل في خطابه، وقال له: يا أمير المؤمنين، إنما أنا جند من جند المسلمين، ولا أجد في نفسي رغبة عنهم، ويقضي الله بيننا وبينهم بيني ويقضي الله لنا بما شاء. فلما وصل خطاب أبي عبيدة إلى عمر رق عمر وبكى، فقال له الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: وكأن قدي، وكأن قدي. هذه وكأن قدي يعني اعتبره في عداد الموتى، وهو أسلوب عربي وارد في شعر العرب كما في شعر الجاهليين وغيرهم. موضع الشاهد: بقي أبو عبيدة، فلما دنا الطاعون من عمواس طعن أبو عبيدة، طعن بمعنى أصابه الطاعون. فقال رضي الله عنه، وقف خطيبا في الناس في جند المسلمين آنذاك جند الشام، قال: إن هذا المرض، إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. ثم مات بعد هذه ليالي. ممن استخلفهم أبو عبيدة على الناس في الشام معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. صنيع أبي عبيدة صنعه معاذا، صنعه معاذ، إذ أنه رضي الله عنه قال خطب في الناس كما خطب أبو عبيدة، قال: إن هذا الوجع رحمة من ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين من قبلكم. وزاد قليلا قال: وإني لأرجو الله أن يقسم لآل معاذ منه. فطعن عبد الرحمن ابن معاذ قبل أبيه، طعن كما قلت أصابه الطاعون فمات، ثم طعن معاذ في يده، يعني أول ما أصابه الجرح أصابه في يده، فأخذ ينظر إلى يديه رضي الله عنه وأرضاه وهو يشتاق إلى لقاء الله، وقد وقع البلاء الآن، يشتاق إلى لقاء الله، يقلب يديه ويقول: ما يسرني أن لي بك الدنيا وما فيها، لأنها سبب في تكفير ذنوبه ورفع درجاته وشوقه إلى ربه. ولا يعني هذا كما قلت أن يزدلف الإنسان إلى الموت وأن يسارع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، وقال: سلوا الله العافية، وأوصى عمه العباس قال: يا عما سل الله العافية. لكن المؤمن إذا وقع البلاء وابتلي وحل به ما كان يحذر
فليعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فليظهر لله نفسا راضية بقضائه، قانعة بعطائه، تشتاق إلى لقائه. فهذا من أرفع الدرجات وأجل المقامات ومن أعظم منازل السائرين على صراط الله المستقيم. قصة معاذ هذه أتينا بها لقضية قول الله جل وعلا: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ما الذي ينجم عن علم الغيب هذا كله؟ ينجم عن علم الغيب هذا كله أن نعلم أن علم الغيب لا يعلمه إلا الرب تبارك وتعالى. ولهذا من أخطاء بعض الفرق أنها نسبت لمن غلت فيهم علم الغيب. من أخطاء بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أنها أسندت علم الغيب لمن غالوا فيهم، وإن كان المغالى فيهم هؤلاء أئمة وصالحون وأخيار لا ارتياب في هذا، ولا يتحملون وزر غلو الناس فيهم كما لا يتحمل عيسى ولا الملائكة عبادة من عبدهم. على هذا ربما نسمع أحيانا بما يسمى علم الجفر. الجفر الذكر من المعزة والشاء إذا بلغ 4 أشهر، وهو في اللغة أعم من ذلك، يطلق على كل شيء صغير. وهذا علم يقال إن علي بن أبي طالب حين ينسب إلى علي، وحين ينسب إلى جعفر الصادق، وحين ينسب لبعض مريديهم أو طلابهم، أنهم كتبوا في جلد جفر علم ما هو واقع إلى يوم القيامة، علم الحوادث. وبعضهم يقول لا، ليس علما لكل ما يقع إلى يوم القيامة، لكنه علم لما يقع لآل البيت، لما يقع لآل البيت، ويجعلون هذا علما مكنونا مختصا به آل البيت. ولا ريب أن هذا يرد بأن لسببين، يرد هذا القول لسببين. السبب الأول: لا يوجد لهذا الكتاب عين. أين هذا الكتاب حتى نثبت حقيقته؟ الأمر الثاني: لا يوجد لهذا العلم سند حتى نتكئ على هذا السند وننظر فيه إن كان صحيحا أو غير صحيح حتى نقول به أو لا نقول به. فكلا الأمرين، عدم وجود عين الشيء وعدم وجود السند الموصل إلى حقيقته، كافيان في رد هذا العلم وأنه لا أصل له. وقد ألمح المعري أبو العلاء إلى هذا الأمر: وقد عجبوا لآل البيت لما أتاهم مسكهم في أتاهم علمهم في مسك جفري، وشبه ذلك بالتنجيم كما في البيت الذي يليه. والغاية من هذا كله أن يعلم أن الغيب من خصائص الرب تبارك وتعالى، وما أطلع عليه الأنبياء من علم الغيب إنما يقدر بالقدر الذي أطلعوا به. قال الله جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول. فأخبر الله جل وعلا أنه يطلع أنبياءه على بعض الغيب، وما أخبر به الرسول كما أخذنا نموذج نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 3 أمور: غيب عن الماضي كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف وقصة يوسف ونوح، هذا واحد، وإخبار في الحاضر، حاضر النبي صلى الله عليه وسلم كإخباري عليه السلام أن القرشيين سيهلكون في بدر، وإخباري بأن مكة ستفتح، وأمثال ذلك مما وقع في حياته، وإخبار وقع بعد، وهو الثالث، بما وقع بعد حياته صلى الله عليه وسلم كإخباري عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس، وإخباري بقتل علي عمر وعثمان وأنهما سيموتان شهيدين، وإخبار فتح القسطنطينية، وهذا كله وقع. وهذا الذي بعد حياته كذلك ينقسم إلى قسم آخر، وهو أن منه ما وقع إلى يومنا هذا، ومنه ما لم يقع كإخباري صلى الله عليه وسلم بظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وأشبه ذلك. هذا كله من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله إياه. إذا أدركنا معشر الإخوان والأخوات المؤمنات أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لجأنا إلى هذا الرب الذي لا يعلم الغيب إلا هو، وأسلمنا أمورنا كلها إليه، وفوضنا كل حاجاتنا إليه. قال الله حكاية عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ولا تستقر الراحة في قلب المؤمن إلا إذا أسلم أمره كله لله، ولن يسلم أمره لله حتى يعلم أن الغيب كله لله. قال الله جل وعلا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. فلما بين جل وعلا أن الغيب له وأن الأمر إليه، قال بعد ذلك: فاعبده وتوكل عليه. فما دام الأمر له فحق علينا أن نعبده، وحق له أن نعبده، وما دام الغيب له ف
فحق علينا أن نتوكل عليه، لأننا لا نعلم ما سيكون بعد ذلك في أيامنا، فيغلب علينا الجهل بما نحن ماضون إليه، فنفوض أمرنا إلى الله ونكون على بينة في شؤوننا، في معاشنا ومعادنا، في ديننا ودنيانا، على تفويض الأمور كلها لربنا تبارك وتعالى، والأخذ بالأسباب المشروعة. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وسلك الله بنا وبكم سبيل الصالحين، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.